كمان من الأوبريشنز اللي أنا بحاجة إني أعملهم بالباينري سيرش تري هن ديليت أوبريشنز. ولكن تقدر أعمل ديليت أوبريشن أنا بدي أخذ كيسز into consideration. في عندي 3 cases. حبلش أول شيء أنا بالcase number 1. بالcase number 1 في حال أنا النود اللي بدي أعمل له delete هو عبارة عن leaf node, يعني هو عبارة عن آخر نود ما عنده children بتاتا. فإذا let's assume أنه أنا I need to delete the 40 اللي موجود عندي هون. إذا بدي أعمل له deletion ماني بحاجة أعمل adjustment على tree بتاتا لأنه حيكون عندي شكله تمام وما في أي مثل ما بيقولوا exceptions صارت. فإذا عملت delete لل 40 حتختفي من عندي هون. تعالوا تناخد example تاني. Let's assume بدي أعمل delete لل 160. فإذا بدي أعمل لها deletion كذلك الأمر حلاحظ بمجرد ما أنا عملت لها deletion يعني automatically حتختفي من عندي من هون. فهيدي بحالة الكيس 1. أي leaf node أنا بدي أعمل له delete automatically بعمل delete وما بعمل ولا أي adjustment على التري. الكيس number 2. Let's assume أنه أنا هلأ بهيدي الحالة بدي أعمل delete لل 70 ولكن هيدا النود اللي موجود عندي هون عنده only one child مش two children one child. فإذا بدي أعمل delete لهيدا النود شو اللي بدي أعمله؟ بدي أنا عدل على الرفرنسز الموجودين عندي هون. لازم ال 80 اللي هي الparent تبع ال 70 ترجع تعمل pointing على مين؟ على ال 40 instead of 70. فإذا نحن بدنا نعمل delete لل 70 اللي موجود عندي هون automatically أنا شو بعمل؟ بعمل update بالرفرنسز بشكل انه هلأ الـ 80 صارت pointing على الـ 40 وبرجع بعدين بعمل delete لهيدا النود اللي موجود عندي اللي هو الـ 70 وبهيدي الحالة بتصير الـ 3 عندي بهيدا الشكل. اوكي خلونا نشوف هلأ نحنا بكيس number 3. بكيس number 3 أنا اللي بدي أخده بعين الاعتبار النود يلي بدي أعمله deletion يعني هو عنده 2 children. إجباري يكون في عنده 2 children لأنه بأول كيس نحنا ما في عنده ولا شيء. تاني كيس هو عنده only one child, هلأ حيكون في عنده 2 children. حناخد نحن for example النود اللي هو الروت. الروت اللي هو هون عنده value equal to 100 دي عمله delete عنده 2 children. تنقدر نحن نمشي بالبروسس. أول شغلة نحن بحاجة نعملها أنه بدنا نلاقي successor تبع ال 100. بأي methodology بدنا نلاقي successor؟ بال in order traversal. نحن حكينا عنه نحن في فيديو سابق كيف منطلع successor. بنعمل in order traversal. number بالsequence اللي أنا بطلعها بيجي دغري بعد ال 100 هو successor. إذا طبعاً بدي طلعها visually من دون ما طلعني in order traversal automatically I'm gonna consider subtree تبعية ال 100. يعني أنا بالباينري سيرش تري بتطلع على subtree يلي موجودة تحت ال value يلي بدي أعمل لها deletion في حال كان النود اللي بدي أعمله deletion عنده 2 children. هيدي هي subtree. مين الالمنت يلي عنده least value يعني أقل value حيطلع عندي ال 140 يلي هون. فautomatically هيدا بيكون successor of the 100. يعني أنا إذا جيت اطلعت على الـ 140 اللي هون هيدا هو السكسسر. يعني بدي حط الـ 140 محل الـ 100 وأرجع أعمل delete لهيدا النود. فإذا حتطلع عندي التري على هيدا الشكل الـ 140 صارت موجودة فوق. Let's take another example. بهذا الـ example هلأ بدي أعمل deletion للـ 200 الموجودة عندي هون. فإذا بدي طلع كمان السكسسر يا أما بعمل in order traversal وبرجع بشوفها دغري كرقم وينية أو بروح automatically على الرايت subtree تبعية النود يلي بدي أعمل له deletion وبطلع الليست element. بما أنه ما في عندي غير 300 فإذا ما في غيره this means هيدي اللي موجودة عندي هون هي successor. فإذا تعمل delete باخد الvalue وبحطها مطرح 200 فإذا بتصير عندي 300. كذلك الأمر I need to get rid of this node تيطلع عندي شكل التري بهيدي الطريقة. أكيد الـ delete operation بالـ implementation تبعية الكود it is a little bit tricky. We need to take into consideration كل هدول الكيسز. كمان نحن بدنا ننتبه على هيدا الموضوع أنه نحن حنكون كتير عم نستعمل الـ recursive call بقلب الـ binary search tree.